أصبحت النجمة جينيفر لورنس حديث وسائل الأعلام العالمية مؤخراً، ليس بسبب احتفالها بزفافها من رجل الأعمال كوك ماروني فقط، بل لأنها أقامت حفل زفاف في مكان غريب أيضاً. احتفلت جينيفر لورنس بزفافها منذ أيام، وذلك في حفل خاص اتسم بالسرية الشديدة. فبعكس باقي النجمات، أصرت جينيفر أن تحتفل بزفافها بعيداً عن الأضواء، ومنعت وجود أي كاميرات داخل الحفل، وهذا ما جعل زفافها حديث السوشيال ميديا عالمياً، خصوصاً بعدما علمت الصحافة مكان الحفل وأنه داخل قصر نيوبورت الفخم في ولاية رود آيلاند الأمريكية. القصر كان مهجوراً، ويقال حسب بعض المواقع إنه مسكون بالأرواح الشريرة، ولكن واحدة من سكان الولاية قامت ببعض الطقوس الدينية لإبعاد الطاقات الشريرة التي سكنت القصر، ومن ثم تم إعادته إلى سابق مجده لاستضافة مناسبات خاصة وحفلات زفاف. ولا يعلم أحد سبب اختيار جينيفر لهذا المكان. وبعد أيام من الحفل، تداول النشطاء صوراً مسربة للنجمة العالمية وهي بجانب عريسها في حفل الزفاف، والتي تظهر فيها مرتدية فستاناً من دار أزياء ديور العالمية. حضر الحفل 150 مدعواً فقط، من أبرزهم النجمة إيما ستون وإيمي شومر. شاركنا، هل تؤمن فعلا أن القصر كان مسكوناً؟